عمل أنطوني شديد لحوالي العقدين من العمر في تغيير الرأي العام العالمي، فكان أكثر من صحافياً. احترف هذا الفن إلى درجة بات فيها مصدر إلهام لكثير من الشباب في أمريكا، لا سيما أولئك الذين يتشاطرون معه الجذور العربية. وهو الذي كشف الوجه المستور لشعوب الشرق الأوسط كاسراً النمطية التي ألصقها الغرب بهم. تفانى من أجل ما يعتبره رسالة حياته، فاختار العمل في الصفوف الأمامية خلال المواجهات، دافعاً الثمن تارة برميه بالرصاص وتارة أخرى بالخطف ومرات كثيرة بالتهديد. لكن وهج الثورة الذي بداخله لم يهدأ ولم يخفت. عاين حرب العراق وليبيا، لبنان، سوريا، وكان في كل مرة يعود بملامحه العربية إلى أمريكا حيث هاجر الأجداد، فيسرد لها واقعا ويحلله بلغة تلامس الأدب، حتى كرسته مصداقيته مراسل أمريكا إلى الشرق الأوسط. منذ بضعة أشهر أغمض عينيه، غدره الموت، لكن الشاب كان استبقه بتحقيق إنجازات تتطلب أكثر من عمر بطوله. وهو الذي انفرد بحمل جائزة بوليتزر مرتين، كما حمل جوائز كثيرة غيرها. وعلى هذه الإنجازات والجوائز تشهد صفحات أسوشيتد بريس والواشنطن بوست والنيويورك تايمز والتايمز التي عمل لديها أخيراً، والتي اعتبرت توقيع اسمه على صفحاتها بمثابة الخطة الإعلامية. كان يعرف أن أنطوني الإنسان سيموت، بينما أنطوني الصحفي سيبقى حياً. أغمض عينيه، لكن آخر كتبه سيبصر النور، وفيه يتحدث عن بيت الأجداد في مرج عيون الذي رممه من دون أن يتسنى له أن يسكنه، تماما كما حاول ترميم الشرق الأوسط في كتاباته من دون أن يتسنى له أن يراه مرمماً.